وانت طيب. طيب يا اراجوز. المهم بقى اراجوز بقى ما كملتليش، انت هتاخد بقى الاكل بقى من الست غاليه وهتروح فين؟ هتروح فين؟ هتروح الجنينه؟ اه هتغني، هتغني في الجنينه. طب حلو قوي، هتغني هتقول ايه بقى في الجنينه؟ ربيع والجو بديع قفل على كل. طب استنى يا رجوز، انتوا حافظين الاغنيه؟ حافظينها؟ طب ما تيجوا نغنوها سوا. يلا نغنوها مع الاراجوز، يلا نسقف مع بعض، يلا. الدنيا ربيع والجو بديع قفل على كل المواضيع، قفل 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 قفل، ما فيناش تاني، ما فيناش تاني تاني تاني، ربيع ربيع الدنيا ربيع. شاطر يا راجوز، برافو يا اولادي حبايبي. طيب المهم بقى يا راجوز، هتاخد بقى الفسيخ بقى والرنجه والبصل والحاجات الحلوه بتاعتك ديت، وهتروح فين؟ الجنينه. حلو قوي، وهتعمل ايه بقى في الجنينه؟ ايوه ايوه وتروح. طب يا أراجوز، ممكن نستأذنك نكلم الأستاذ زكريا من البحر الأحمر؟ أستاذ زكريا، إزاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب وبخير. كل سنة وأنتم طيبين، والجماعة الأقباط كلهم بخير. وإحنا زعلانين على الناس اللي راحت الشهداء. الله يرحمهم، في مكان أحسن من اللي إحنا فيه. زي ما راحوا شهداء في العريش وسينا، الاقباط دول اهالينا. احنا لا بنفرق بين احمد ولا جرجس ولا مينا، فيهم ربي يحميهم ويحمينا. الله ينور عليك. الله يرحم ام جرجس وابو جرجس، ويرحم كمان مينا، دول حته منينا. ربنا يديك الصحة يا ام زكريا. وحضرتك طيب، احنا قلنا ان الاطفال دي ما نحرمهاش يعني. سلام عليك يا عم زكريا وعلى زوجك. الله يا ست غالية، دول احباب الله، دول احباب الله، عندك حق. ربنا يديك الصحة. وبعدين كلمتك يا عم زكريا دي هي دي الخلاصة، وربنا يديك الصحة وطولة العمر وكل سنة وانت طيب. احنا دلوقتي بنعمل البيضة كده، اللي ما يحبش يلون ويبقى خايف من الالوان ممكن يعمل للاطفال في شام النسيم البيضة بالشكل دي. ده قرنفل وفلفل ارناؤوطي احمر، حلوة قوي برضو، وتعملوها للاطفال بالشكل ده هتبقى برضو جميلة وحلوة ومغذية من كله، ما تخافوش على الاطفال اهو، كل حاجة فيها بتتاكل اهي.